السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكذب في سبيل الدين، تمام؟ دي نقطة مهمة جدا ولازم نخلي بالنا منها، ان شخص يكذب عشان خاطر دينه ورغم ان دينه بيقوله ما تكذبش، يبقى كده في حد وصل له المعلومة غلط او هو برمج غلط او فهم حاجة غلط. مثال حقيقي حصل لي لما دخلنا ثانوية عامة، لقينا الشباب يعني زيرو، تمام؟ فبدأنا نتكلم معاهم واحدة واحدة كده بالراحة، تمام، من غير أسماء أو من غير تنظيمات أو من غير أي حاجة خالص، بنتكلم معاهم. لأ ده صح كده، الغلط كذا. في مرة كنا بنتكلم واحد على غض البصر، فكان معتقد إن غض البصر ده عن الرجالة وعن الستات، يعني الواحد يبقى أعمى. المهم في 1999 قبل 1/1/2000 يوم كان مميز، فكان الناس عايزة تحتفل بيه بغض النظر عن الديانة، وفي ناس قالوا بقى هيحصل فيها حاجات منكرات وحاجات غلط زي كده. فاحد الشباب قال لا، طب ايه رايك نعمل حاجه معينه عشان الناس ما تعملش الموضوع دوت؟ احنا هنكتب ورقه ونقول ان الشيخ الفلاني حلم ان الحاج ان اللي احتفل باليوم ده حرام، ومفروض ان حصل في اليوم دوت وحاجات زي كده، وقعد يقول كلام جميل جدا يعني. فانا استنيته لحد ما خلص، وبعد كده قلت له ان الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ان من افرى الفرى من اكبر الكذب ان يرى الرجل عينيه ما لم يرى، ان هو الواحد يقول ان هو شاف في المنام وهو ما شافش، وان ما فيش دين محترم يقول لك اكذب. انت لو في دين بيقول لك اكذب، لا سيبه وروح لدين تاني. ما فيش الدين ما بيقولكش اكذب خالص، ما تكذبش عشاني. في ناس كتيره في التاريخ كذبوا من اجل الدين في جميع الاديان، تمام؟ بس خلينا نمسك مثلا في الدين الاسلامي، كان عندنا واحد اسمه نوح ابن ابي مريم، بيسمى في التاريخ نوح الجامع. نوح الجامع بيقول لك جمع كل شيء الا الصدق، جمع كل شيء الا الصدق. ده كان من اكبر تلاميذ الامام ابو حنيفه، جمع علم ابو حنيفه، بس كان عنده مشكله الكذب، فكان يعتقد ان هو بيكذب من اجل الاسلام، والاسلام منه بريء، الاسلام كامل يعني، ربنا كمل الدين، مفيش حاجه ناقصه عشان هو يجي يكملها. هو كان يقول لك ايه، انا لقيت الناس مش مهتمه بالقران، فبدات اودع حديث فافضل القران، من قرأ سوره الكوثر فله كذا وكذا، من قرأ سوره كذا فله كذا وكذا. ما ربنا لو عايز كده كان قالها او خلى الرسول صلى الله عليه وسلم بيقولها. ما احنا عندنا كل واحد كل حرف من القران بعشر حسنات. ف ليه الكذب في سبيل الدين؟ الكلام ده مهم جدا، لان الناس بدات تكذب كتير جدا، بالذات دخول السياسه ودخول المناصب ودخول كذا، فكل واحد بيكذب من اجل نشر او نصر الفكره بتاعته، سواء هو معتقد ان الحق مع فلان او الحق مع فلان. انت معتقد الحق مع فلان، طيب الحق هو الصدق، ما تكذبش، اعرض الحاجات زي ما هي. في ناس بتدلس كتير جدا دلوقتي في سبيل نصر اللي هو معتقد بيه. لا، اللي انت معتقد بيه لو هو صح اعرضه زي ما هو من غير ما تكذب، اعرضه بصوره لينه وصوره حلوه وكل حاجه، بس من غير ما تكذب ومن غير ما تحرف في حاجه خالص. وان شاء الله الايام الجايه نعرض بعض الامثله للكذب اللي الناس ادته نشاطه كتير جدا، لانها حابه انها تنشر حاجه زي كده، وحابه الناس تصدق حاجه زي كده.